Good morning, my auntie. My auntie. My auntie. My auntie. My انت. ولا انا. انت. يا انتي يعني خالتي. طيب. Good morning. Good الساعة كم؟ ايش الساعة؟ ما ادري خلاص انا مسافر ما اشوف الساعة، انا زي ما انام اقوم زي ما اقوم اعيش حياتي انبسط براحتي مرة. شفت لما يجيك النصيحة من واحد الغلط الشخص الغلط؟ ايوه. انت متعود على السفر، متعود على الحياة. انا هذه سفرتي، يعني انا اصحى من بدري تصحون معايا، مو انا اقعد استنى وتصحون في الظهر ونخرج العصر ونرجع المغرب الفندق. ايش دي السفره؟ ايش دي التماشي؟ وكذا اسمك انت خرجتني، اسمك سفرتني دحين، دحين عندهم هناك؟ أيوة. خلاص انا سافرت، انا خرجت. لا ايش دي الحياه؟ لا مو حلو كذا. تصحى معاي من بدري، من بدري تصحى. خلاص ابشر، دحين فين تبغينا نروح؟ ها؟ فين تبغينا نروح؟ انت لسه ما انت عارفين فين نروح؟ لا. ايش دراني فين نروح؟ هذه مش ملاهي عطله يعني بروح؟ انا ايش عرفني، انا اول مره اجي هنا. طيب ايش رايك نروح الليله، يعني افكر نكسر الروتين ونروح كلاب. ها؟ محل كلاب؟ محل كلاب يا كلب، روح انت. سيارة اليوم عندنا في لندن مختلفة، لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، والله مدلعيني والله. شوف الناس كيف حولنا قاعدة تصور السيارة، ما ادري كيف حمشي فيها في لندن. ويلكم ويلكم ويلكم، شوفوا كيف ما شاء الله من جوا، لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله. الله خرجتنا اليوم فيها يا اخي، من جمال السيارة ودي اسوق والله ما شاء الله تبارك الله. سوق يا ابو داود، ليه ما تسوق يا عيوني انت؟ سوق يا حبيب روحي انت، الله يسعدك. انت ما تسوقها من يسوقها؟ ايش الدلع هذا؟ الرز ولا ميباخ ولا لامبرجيني؟ اقل شيء والله العظيم يا قلبي انت. انا ابغى في الظهر اكون في هذه اللامبرجيني. ايوه هذه حلو. الليل طال عمرك الميباخ. لا ابو الرز، الرز الرز حبيبي، الرز الردي موجود يا حبيبي. الله حلو الحياه هذه، حلو. اللهم لك الحمد، بسم الله ما شاء الله. يا من كرهتني ويا من ابغضتني في حياتي، هذا انا اتقهوى فنجال غملتك. والله ادري، والله عارف ان الربع في لندن، ولكن المشكله ان الربع ماخذ اجازه من وجهي وانا ماخذ اجازه من وجهه. بس انا ايش سويت؟ وحشني والله ما قدرت. اتصلت على اخو فرج وقلت له فينكم؟ قال لي احنا في الهايد بارك. فانا فين رحت؟ الهايد بارك. ابغى اطب عليه بشكل مفاجئ كذا، اجي له فجاه. بس المشكله انه هنا زحمه، كيف بلاقيه؟ شوفوا شوفوا الزحمه كيف. الحين يوم الاحد كلهم يجتمعوا وكل من فيه يطلع اللي بخاطره من كلام مظاهرات والى ذلك. شوفوا الزحمه كيف. انا بجلس ادور عليه من بين هذه الزحمه كيف اطلعه. الله يعين. هذا هو هذا هو، والله لي ربع ساعه ادور عليه لقيته لقيته. يمشي بالسيك. اكفش اكفش. هذا الشاب هذا، والله وحشتني. وش شابك انت؟ انا محل متفكيت اني لا قابلك ولا تقابلني. قلت ما قدرت ولا في طريق صح؟ ما قدرت. من اللي ده؟ من اللي قاعد قايل لي؟ والله ما قلت لك. اي ميسيو اي ميسيو، انا مجلس. لا تبدي ايدك، ايدك تبدي، لا تبدي، لا تبدي ايدك. ربع يعني بلغ البليس. تبلغ ايش؟ والله لبلغ البليس. دون تاتش بليز. وحشتني. دون تاتش، دون تاتش، البوليس. وين ولد؟ ولد يا رفيقي، والله اني اشتكت لك يا رفيقي. تكفى يا رفيقي، لا تتركني لحالي يا رفيقي. يا رفيقي لا تصفطني، لا تصفطني. انا اخذ فيك ترى، جيب لي انت. وحشتني ما اقدر. ادرع يا اخوي عني، وخر وخر عني. هي وانت بتشر فور مي، بتشر فور مي، بتشر 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 بتشر. Do you know him؟ يا يا. Do you know him؟ يا يا. تعرفه؟ يا رفيقي. ما شاء الله جالس مروق. حتى ما يبغى يشوف احد. خلاص يا رفيقي. هلا مرحبا. يا اخي وحشتني يا اخي. ايش ذا التغلي؟ يعني Do you know this gentleman؟ خلي 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 اوكي. Do you know him؟
انا وش الحل معك؟ انا ماني ببلغ الدنيا قبل شيء، بغي مسكونك وقبل فكيتك، صح ولا لا؟ ايه. ايش تبي الحين؟ وحشتني. ما اقدر والله ما اقدر. امل شراه من حلاله يبلش، حتى في لندن ناشف وفي كل مكان. وثانيا عايش، وش الحياه المترفه هذه؟ ايه ترى هذا بذكار، تعال معلمة، تعال مسكني حط يدك. ايه. تاتش النوت الاوت. يا استاذ تلاوت تعليمات. تعال امسك شمسك النظارة. الحين تقدر تلبسها لي مرة ثانية، وصلت برا على ترى ليفل عالي ترى الحين. حتى النظارة تلبسها؟ ايه النظارة انت. ما عندي مشكلة. انا اسف. انا مع حزام اسود فوق الاحزم، الاسود احمر يعني ممكن ينهيك. اخ العيال، انا ابو داود خايف عليك. يا بكيرفل بكيرفل يعني هد اعصابك. هذه نظارتك طال عمرك. الله يسلمك. البسها وخل اوكي. ابو داود انا والله تراني اسالك بالله ما وحشتك. شوف اسمع انت ابو داود اللي 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 معك دايم، واللي ما يقول لك لا، واللي يخاويك حتى لو وين بغيت قال تم. مد اصبعك. لا برا 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 قومني ابو داود. ايام والله لحظات يا رفيقي، انا حاولت اشخص عليك بس والله ما قدرت. خوينا ما احنا حده على قصاء في عيوننا مثل الامير المفدى. قول صح لسانك، صح ولا لساني. تقول اني عدتها 40 مره ذي القصيده. انا عارف اني عدتها بس مش هلي في الهايد بارك هنا في لندن. مع هذه الاجواء الجميله يا رفيقي، الله يعزك، احب اني اقول لك انطلقنا لنعيش إجازة سعيدة. نعم. وإحنا جالسين نتمشى في الهايد بارك، شوف مين قابلنا. 96 يقول لك في 96 طال عمرك، في 96 كان لاعب تشيلسي. هذا كان لاعب في تشيلسي زمان. يقول لك انصبت عشان كذا. يقول ما عندي فلوس عشان أسوي عملية. جات له إصابة زمان ف. يا شيخ علاج الإصابة عندك. فكر من هذا الكلام، لا تزلقني قدام العالم. طب وري بعد من مهاراتك، خش عليه. يقول يبغى يتضارب معك. ركض اخوي عامر ركض. الربع تعال نشوف ايش مشكلته. ما لنا احنا جايبين العمى شوي جرب علينا ما ادري شو. شوف 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 اخوك. يلا يلا. عجيب يا ولد والله عجيب. انت شايف يا فرج؟ اشوف الرسائل يا اخوي. شايف الرسائل؟ ما ادري شنو الرسائل. ايش رسائل؟ ايش والله العظيم يا جماعه، عشان يقول الحساب. والله العظيم يا جماعه، ايش انه تجي رسائل اعصابك. رسائل ايش؟ رسائل حساب في لندن. اعصابك يا ولد، فكر لندن والله لك صرف. انا ايش في ايش في؟ طبعا في شيء اوف، والتوتر خلاك توقف على كرسي. ام سوري. فكر يا ابو داود، فكر يا ابو داود. شوف ايش رايك اليوم في جاكيت؟ لا تصرف الموضوع. احمد بعدين. اوكي لا تعال احمد، تعال ولد علي نذر ان نتضارب هنا، نخلي الدوريات تجي الحين. ما نظام ولا ما نظام، هدى تبدا من جد. هدى تجلس، لا تقعد تزلقني يا رفيقي. ما زلقتك يا رفيقي. لا انا ما زلقتك. تروح تخليني ماشي. ايش انت ايش؟ استرن استرن. والله العظيم رجع ماشي سيده. تروح تحطني مخبك. العب العب. اشهر كيكه تشيز كيك هنا في لندن. لا تصرف الموضوع. تقاوم تقاوم تقاوم، خلنا نمشي الليله. تقاوم تقاوم. اشوف الكيكه يا هذه اشهر كيكه تشيز كيك هنا في لندن. والله الكيكه فرج. اما هذه يا حبيبي يا ابو داود، حبيبي يا ابو داود. وانت مصنع كيك بكبره. انت العسل. واحد انحرج. انت اللي انت قسما بالله. حط يدك حط يدك حط يدك. ايش وش هذا؟ هذا عسل. اقسم بالله ألذ كيكة ممكن تاكلها في حياتك. تخيل فندق كامل، فندق بكبره انشهر بسبب هذا الكيكة. شوي هد هد هد. ايش والله ما اطلب ثانية. أكل على مهلك حبة حبة، تذوق تطعم. أطلب ثاني الفندق غالي. هيك تديت آخذ قرض أذبح لي طلية عشي ربعي وجماعتي. خلي الرجال أكل على خبي على خبي. شوف الدعوة ذواقة.
أبشر أبشر أبشر. ترى دي تعتبر كبيرة حجمها. انقصها شوي. ايوه خلاص اكل هذه ترى اسود الحين. انت حسيت بالخطوره عشان قربت تخلص ها؟ ايوه هذه خلها شوي اكل دي واجلس خمس دقائق بعدين كمل. خمس دقائق. خمس دقائق ابو داود. خلاص هذه ما حفرت هذه تمام؟ اكل يلا. العافيه. العافيه. خلاص نزل ملعقه. نزل رجع ملعقه. لان الملعقه تسوي تخليك في خطر وانت ماسكها. ترجع مره ثانيه. خليك. حد. بلد بلد بدود حد. يا رفيق ما نبي نخلص احنا نحب جايين ندفع في حلقة انت ماشي ترى مو طبعك ذا مو طبعي بس انت تدري لا 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 انا بالباوند عشان كذا خمسة باوند انا اقول مو طبك احس الميزانية عندك اختلفت شوي اختلفت ليش؟ باوند ندفع هنا اتعشى ب 200 باوند 1000 ريال الكلام ذا الفاضي ايوه جلست حسيت انك تنزل ايوه عشانك في لندن واذا لندن لندن الساعة 10 تسكر بالليل 10 بالليل والله العظيم انه طفش ترى طفش شوف هم حياتهم في النهار اذا جات الساعة 10 بالليل وش يصير؟ كل شيء يقفل كل شيء يقفل ما يبقى شيء ما واحد مزعج شوف زي احنا جالسين في لوبي الفندق ما نروح المكان برم احنا مدينهم والمدير كل شوية يجي يقول وطوا صوتكم يقول لي متى بتروحون تنامون؟ نقول احنا ما ننام اصلا، احنا ما ننام الا بعد الفجر، نصلي وننام، شو ما يفهمون؟ لا اله الا الله، ما نسيت انت. ودود تعاون من ابليس، احنا ما نبي نخسر تكفى. يكفي اللي تفهمه. ابى اشرب معك شوي، طب خلاص باكل كيك باكل كيك. والله ما تاكل كيك، بعد خمس دقائق. تو ما مرينا دقيقة، اصبر يا رفيقي. اضغط على نفسك. ابشر. قوي قلبك. ابشر ابشر، بس والله 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 يا الحلا في لندن. اللي ما ياكل حلا ولا يفطر هنا. لا يجي لندن فطور وحلا هذا اهم شيء كلها هي البيرفكت 10 من 10 في لندن اقدر اقول لك شيء قول تجي وتاكل في مطعم عربي انت غلطان تعال اكل في مطاعمهم من اي شو شفت البريطانيين ياكلون أيوه. اكل في ذا المحل الله عليك صح ولا لا؟ حتى لو سوى عربي يطلع فنان مره نعم احسن من المطعم العربي ايوه شكرا ايش متابعين من برا قال لك المعجبين كثروا والله كذا الرساله الدين رساله والله ما تشوف رساله والله ما تشوف ولا حتى عصفور انت شو بي اكل حلا اكل حلا اكل حلا